كتير مهم نعطي أولادنا سناكس على المدرسة. السناك هو أساسي تيعطي أنرجي للولد. الولد عادة ما عادته كتير صغيرة، يعني هو بحاجة نعطيه أكل كذا مرة بالنهار، والسناكس بيساعدونا بهيدي النقطة بالذات. ولكن كتير مهم ما يكونوا السناكس عاليين بالفات أو بالحلو والسكر. فينا نعطي هيلثي سناك مثل بوب كورن، بريتزلز، فينا نعطي كيوكمبرز وكاروتس مقصقصين، أو حبة فواكه أو كمشة ناتس.